قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 63 آخرون بجروح، بينهم 11 في حالة حرجة بعدما انحرف قطار ركاب عن مساره في ضواحي مدينة نيويورك الأمريكية. وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع أثناء سير القطار في منعطف قبل وصوله إلى محطة سبويتن دويفيل شمال منهاتن. يبدو أنه كان يسير بسرعة كبيرة. شعرت أن عربة القطار انحرفت قليلا إلى اليسار ثم هوت إلى اليمين، وبينما نحن نتدافع نظرت إلى صديقتي وصرخت فيهن. لم أصدق ما يحدث، كنت في حالة من الصدمة. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن وقوع الحادث في عطلة نهاية الأسبوع حال دون وقوع المزيد من الخسائر البشرية بسبب قلة عدد الركاب مقارنة بأيام العمل الرسمية.